عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخي نضال، وتحية لك وللسادة المشاهدين. حياك الله معنا دائما أخي محمد الخليف. لو تطلعنا على آخر المستجدات وآخر المعارك، وها هي تعود يعني من جديد قوات النظام تحاول استغلال الوضع، اقتتال الفصائل لدخول أو لمحاولة اقتحام كل من أحياء الحويقة الرشدية، وأيضا اشتباكات عنيفة في الجبيلة، عمال، رصافة، وأيضا حتى في حي الصناعة. لو تطلعنا على آخر المستجدات. بالفعل أخي نضال، يعني المعارك يعني ما تزال تدور، إن كان بمدينة دير الزور أو بريفها، حيث تحاول قوات الأسد يعني استغلال الاقتتال الدائر في قرى ريف دير الزور بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ضد مقاتلي مجلس الشورى المجاهدين. قوات النظام خلال الأيام الماضية تحاول استغلال هذه المعارك الدائرة، وذلك من خلال محاولات اقتحام متكررة لأحياء الرشدية والحويقة والجبيلة. هذه الأحياء الثلاثة دائما تحاول قوات النظام اقتحام هذه الأحياء، لكن الثوار والمجاهدين يتمكنون من صد هذه المحاولات المتكررة من قبل قوات الأسد. يعني أعنف المعارك تدور في حي الحويقة، هذا الحي الذي يقع أغلبه تحت سيطرة أبطال الجيش الحر. يعني معارك عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى، مختلف الأسلحة الثقيلة تدور ضد عصابات الأسد، حيث عندما حاولوا التقدم في الحي تمكن الثوار من قتل عدد من جنود الأسد. أيضا قاموا باستهداف مقرات النظام في حي الحويقة بالرشاشات الثقيلة. أيضا في حي الرشدية دارت أعنف المعارك والاشتباكات في هذا الحي، حيث يحاول قوات النظام يعني كما ذكرت التقدم، ولكن مقاتلي جبهة النصرة يتمكنون من صد هذه المحاولات. تمكنوا من قتل عدد من جنود الأسد، واستطاعوا من أسر عدد من العناصر، يعني بينهم 4 عساكر وضابط. أيضا المعارك ما تزال تدور في حي الجبيلة، قام الثوار اليوم بقنص عدد من العساكر في حي الجبيلة. أيضا يعني قاموا باستهداف مقرات الأسد في حي الجبيلة بقذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع، حققوا إصابات وأهداف مباشرة. بنفس الوقت يعني قوات النظام يعني كثفت قصفها على أحياء يعني كافة أحياء مدينة دير الزور بالمدفعية الثقيلة، يعني بالمدفعية. طبعا هذا القصف استهدف كافة أحياء مدينة دير الزور، كان براجمات الصواريخ أو قذائف الهاون أو يعني بمختلف الأسلحة. طبعا القصف سبب دمار كبير في البنية التحتية واحتراق العديد من المنازل، ناهيك عن سقوط عدد من الجرحى والشهداء. أيضا يعني المعارك ما تزال تدور في الأحياء الشرقية من المدينة، حيث يحاول أبطال الجيش الحر التقدم في هذه الأحياء بسبب موقعها الاستراتيجي، وخاصة في أحياء الصناعة وأيضا الرصافة والعمال. قام الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في بريد العمال بالرشاشات الثقيلة. أيضا قاموا بقصف مقرات النظام في حي الصناعة بقذائف الهاون، وحققوا إصابات وأهداف مباشرة. أيضا اشتباكات ما تزال تدور في محيط مطار دير الزور العسكري، يعني على عدد من قطاعات المطار ولا سيما قطاع قرية الجفرة. قام الثوار أيضا باستهداف قوات النظام في قرية الجفرة بقذائف هاون محلية الصنع. أيضا قاموا باستهداف كتيبة الصواريخ المتاخمة لمطار دير الزور العسكري بقذائف الهاون، وحققوا إصابات مباشرة. قوات النظام دائما ترد على هذه الاشتباكات بقصف عنيف يستهدف القرى المحيطة لمطار دير الزور العسكري بالمدفعية الثقيلة ومدافع 57. طبعا القصف دائما يستهدف قرية المرعية، هذه القرية التي تعتبر نسبيا من القرى المنطوبة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بسبب القصف المتكرر والعنيف الذي تعرض له منذ أكثر من عام من مطار دير الزور العسكري. نعم، إذا كان معنا من دير الزور وريفها الناشط الإعلام محمد الخليف، مراسل شبكة شام الإخبارية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات أعزائي المشاهدين.